واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين اللي الحقيقة ما بخلوش على النادي الأهلي بأي جهد، والحقيقة هو أيضا من المتميزين في حراسة المرمى. النهاردة مشرفنا كابتن أمير عبد الحميد. أهلا بك يا كابتن أمير، وتستحق أكتر يعني، مشرفنا. ربنا يخليك، أنا سعيد جدا أنا مع حضرتك النهاردة، طبعا مع الكابتن هاني حبيبي أمير، وفي بيتي طبعا، ودايما بتشرف أن أنا أكون يعني من أبناء النادي الأهلي، وكنت سعيد جدا أن أنا موجود في قناة الأهلي على طول. منورنا بجد يا أمير، و بس ايه الشياكه دي؟ حبيبي يا كابتن، مش جديد عليك. لا حبيبي يا كابتن، يعني حضرتك معروف عنك شياكه يعني وذوق وكل حاجه كويسه بصراحه. انا سعيد جدا انا معاكم النهارده. ربنا يخليك يا امير. طبعا هنتكلم كتير يا امير، وانت زي ما بتقول واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، مريت بتاريخ كبير مع النادي الاهلي، وعندنا كواليس نتكلم فيها. بس طبعا فريق الاعداد محضر تقرير، نشوف التقرير مع حضراتكم ونرجع مع الكابتن امير عبد الحميد. أمير عبد الحميد واحد من الحراس الخالدين في كتاب القلعة الحمراء. ولد في 24 من شهر أبريل عام 1979 في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبدأ مشواره في ناشئي النادي الأهلي وعمره 12 سنة في موسم عام 1992-1993، وتدرج في المراحل السنية المختلفة حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول بالأهلي وعمره 21 سنة، ليبدأ مشواره مع الشياطين الحمر. ولا ينسى أمير عبد الحميد المباراة الأهم في تاريخه، وكانت مع المارد الأحمر أمام الإسماعيلي بالدوري في موسم 2004-2005، حين قاد الأهلي للفوز على الدراويش بنصف دستة أهداف بلا مقابل. كما أن البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني السابق للأهلي، ومن أجل الحفاظ على مستوى حارسه الشاب في ظل تواجد الحضري كحارس أساسي، قرر أن يكون أمير الحارس الأساسي للأهلي في مباريات بطولة كأس مصر عام 2006-2007، وحينها توج الأهلي باللقب على حساب الغريم التقليدي الزمالك بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 4-3. استلام رقم 2 لسان عبد الكريم، تصويبه، ولكن برافو أمير عبد الحميد تألق ويحط ايده. ارتدى أمير عبد الحميد ثوب الحارس الأساسي للأهلي في عام 2008، وقاد الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2008 بعد تألقه اللافت أمام القطن الكاميروني في المباراة النهائية. وبعد خلافات مع المدير الفني السابق للأهلي حسام البدري، قرر أمير عبد الحميد في يناير 2010 الرحيل عن القلعة الحمراء، ليبدأ رحلة مع عدد من الأندية، بدأها من المصري ثم سموحة في عام 2012، وفي بداية موسم 2014 انضم إلى وادي دجلة، ومنه إلى الاتحاد السكندري ثم الداخلية، إلى أن أعلن اعتزاله في يوليو 2018 وعمره 39 سنة. وخلال مشواره الرائع كحارس مرمى حقق 18 بطولة مع المارد الأحمر، من خلال الفوز بالدوري الممتاز 6 مرات، وكأس مصر 4 مرات، وكأس السوبر المصري 5 مرات، ودوري أبطال إفريقيا عام 2008 والسوبر الإفريقي مرتين. وعقب نهاية الرحلة الخارجية عاد أمير عبد الحميد من جديد لبيته الكبير الأهلي، حيث عمل في قطاع الناشئين، وتم تعيينه مديرا لأكاديمية النادي في فرع الشيخ زايد. يضغط هنا، لازم يضغط هنا جامد، خلي بالك العرضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. الحمد لله أمير، يطلع أمير عبد الحميد، ممتاز يا أمير. الحمد لله أمير. إيش معنى حراسة المرمى؟ أنا طبعا بشكر طبعا الإعداد على الكلام، يعني الشغل الكبير ده، هو عندنا فريق الإعداد ما شاء الله. يعني ما شاء الله عندنا فريق إعداد مميز جدا، وانت تستحق كده واكتر امير، انت ابن من ابناء النادي الاهلي وتستحق بجد كتير يعني. ربنا يخليك كابتن. يعني بالنسبه لسؤال حضرتك، بالنسبه لحراسه المرمى، يمكن انا من وانا صغير جدا، انا عندي مثلا 8 سنين او 7 سنين، كنت دايما يعني طبعا انا اهلاوي، عيله اهلاويه جدا، وكنت وبعشق النادي الاهلي من وانا صغير جدا.
فكان ليا اخ كبير اللي هو مجدي كان بيلعب في ناشئين الاهلي يا كابتن، وبس هو ما كملش عشان الدراسه وكده، فانا حبيت الحته دي منه. حارس مرمى برضه؟ كان حارس مرمى اه. اوكي. ولعب فتره بسيطه في النادي الاهلي وبعد كده ما كملش عشان الدراسه، وبعد كده انا يعني حبيت الموضوع والحمد لله كان ربنا مديني موهبه. حبيته عشان هو بيلعب ولا هو اقنعك انك تكمل المشوار ده؟ لا كنت بلعب دايما مع اصحابي في المدرسه وكده، كان معروف الماتشات القويه يبقى امير عبد الحميد معانا عشان الماتشات القويه بيبقى موجود، وانا كنت حابب الموضوع لكن ما كنتش فاهم حاجه يعني يعني ما كنتش فاهم اخرتها ايه يا كابتن. فلحد ما هو جه في مره كده وكان بيدرس في جامعه في الزمالك وعدى على النادي الاهلي جاب الاستماره. مجدي اه استماره النادي الاهلي حضرتك عارفها طبعا يا كابتن. اه عارف. وانا انا فاكر طبعا انا فاكر لونها كان 50 قرش انا ما اعرفش كانت ساعتها عندي كانت بحوالي 2 جنيه حاجه كده كانت غليت شويه وفاكر لونها كمان كان لونها اصفر مكتوب عليها النادي الاهلي واختبارات وكده. فدخلت الاختبارات ويمكن زي ما الاعداد كاب تفاصيل لان انا القناطر اصلا وانت عارف حضرتك القناطر جناين ومش عارف ايه وكده. فانا كنت اخويا كان بيدربني في القناطر، وبعد كده بقى اللي حببني في الموضوع قوي بقى ان انا كنت طبعا بتفرج على الكابتن احمد شوبير، كنت كان مثل اعلى ليا وانا صغير جدا وكنت نفسي اشوفه، كان نفسي ان انا طبعا بحلم ان انا ادخل النادي الاهلي، والحمد لله ما كنتش مصدق ان هو جاب لي الاختبارات. ومن اول يوم الحمد لله كنت لسه اسالك من اول يوم دخلت النادي ولا لا دخلت يعني بعد وقت اترفضت دخلت حاولت تاني؟ هو حضرتك عارف يا كابتن ان بيبقى الاختبارات تقسيمه ربع وربع. انا ما كملتش اول ربع، كان ساعتها في يعني نجوم واساطير كبيره زي كابتن اكرامي وكان كابتن امين عبد الصمد وكابتن امين عرابي كابتن كوار ودكتور عمرو ابو المجد ودكتور مفتي ناس كتير جدا. يمكن انا ما كملتش من اول 10 دقايق قالوا لي اطلع انت كده تمام، ومضيت مع جمعه سرحان الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. جمعه ده عم جمعه ده كان بيحبك قوي ومؤمن بيك قوي، والحقيقه هو يعني شخص اداري في النادي الاهلي بس كان زي برضو متبنيك يعني. بالظبط هو كان اداري للاجيال قبلنا وبعدين. ايه العلاقه دي؟ جمعه كان دايما ربنا يديله طولة العمر دلوقتي عم حارس هو تقريبا صح. نفس المثال اللي هو ده متربي وعايش وعم جمعة الله يرحمه ومات جوه النادي الاهلي من الناس اللي طبعا جماهير النادي الاهلي واللعيبه كلها بتعرف تتكلم على ايه. عم جمعة طبعا من الشخصيات العظيمه في تاريخ النادي الاهلي خاصه في قطاع الناشئين. بالظبط يا كابتن، هو كان كمان اداري لكل الفرق. بالزبط. يعني دلوقتي احنا في اي تيم او اي نادي بيبقى مثلا الاعمار مختلفه بيبقى كل سن ليه اداري، هو كان بقايم بكل الشغل الدور كله الدور ده لكل الفرق اللي موجوده جوه النادي، وكان له دور كبير جدا فربنا يرحمه. من ساعتها هو كلمني، وكان برضو من الصدف يا كابتن ان كابتن رونا عبد الصمد يعني ساعتها كان معايا نجوم دلوقتي فنانين كبار زي احمد السعداني ويوسف شريف، كل دول كانوا معايا في التيم. كان معاك في الفريق؟ كان معايا في الفريق، وبعدين كان في مجموعه اللي هو كابتن رونا عبد الصمد قال لهم هديكوا فرصه ثانيه يخليهم على جنب والناس اللي انا هقولها دول هيكملوا معانا. فانا ما كنتش عارف ما سمعتش الموضوع فقعدت مع الناس اللي هي ايه هتمشي المفروض، فانا قالوا لنا المجموعه دي تمشي فمشيت. فانا بقى ما اعرفش عشان بس الناس تفهم دلوقتي كابتن ابراهيم عبد الصمد كان مقسم مجموعتين، المجموعه دي خلاص انضمت للنادي الاهلي، المجموعه لسه معلش يا جماعه هنشوفكم هنديكم فرصه ثانيه. بالظبط. فانت رحت قعدت انا عشان يا كابتن اختاروني اول واحد فكنت قاعد لوحدي فالمجموعه اللي مشت جم قعدوا معايا تمام. فانا المجموعه الاساسيه اللي هي هتكمل كانوا لوحدهم، فانا قالوا المجموعه دي يعني جولنا بعدين فانا مشيت. فاللي جابني عم حارس بقى، عم حارس كان محارس. كان لسه في الناشئين كان صغير والله جابك ازاي؟ راح جري ورايا على كوبري قصر النيل وبعدين قال لي انت النادي مقلوب عليك، كابتن عبد الصمد قلب الدنيا عليك ومش عارف ايه. فرجعت كابتن عبد الصمد زعق لي ساعتها قال لي مش انا قلت لك تقعد، ففضلت فبسطت جدا وبعدين كملت دخلت على طول مع التيم مع الناس اللي هم كان محمود عبد الحكيم وكان نادر عبد الباقي، كان مجموعه كانت قديمه حسام عبد العال دول بقى اللي هم مقيدين يا كابتن الناس القديمه، وانا الوحيد مع الفرقه الاساسيه وبعد كده ابتديت بقى ايه ادخل مع التيم، ابتديت الناس تعرف امير ولعبنا ماتشات ولعبنا دورات ولعبنا سافرنا بره. فالحمد لله كنت دايما باخد احسن حارس حتى لو في بطولات في نادي الشمس او هنا او هنا بيبقى معروف امير. فالحمد لله من ساعتها بقى. وبعدين كنت بلعب في الاعمار السنيه، كنت بلعب مثلا الصبح الساعه 10 واطلع العب مع الساعه 1 وبعدين الساعه 3 يعني بتلعب تحت الساعه 15 وبعدين بالزبط. تحت 17 بالزبط. يعني كنت متميز لدرجه ان المدربين بتطلبك حتى في السن الاكبر. يعني انت قعدت تقريبا 11 سنه في قطاع الناشئين، يعني انت دخلت عندك 12 سنه قعدت كابتن حوالي مثلا من 89 90
لحد 2000 اللي هو التأييد الرسمي، وبعد كده اشتراكك في اول مباراه طبعا مع النادي الاهلي كان بالزبط. سنك 20 سنه تقريبا او تصعيدك للفريق الاول. انا اتصعدت يا كابتن وانا كان عندي 14 سنه كتدريب. اتمرنت وانت عندك مع الفريق الاول؟ مع الفريق الاول يعني بعد ما حضرتك مشيت سافرت 90 بعدها بسنتين مثلا او ثلاثه كنت بتمرن مع يعني نجوم كبار. من اول يوم انت في نادي الاهلي؟ من اول يوم الحمد لله. وبعدين لعبت بقى منتخبات ناشئين، تصعدت مع الفريق الاول كان عندي 14، خدت بطوله اللي هي حضرتك كابتن السوبر بطوله النخبه اللي كانت في تونس بطوله برينو علشان ما بيجريش كتير، يعني الناس فاكره امير ان انت ما بتجريش انت واقف طول الماتش. فعايز اقول لك ان التدريبات البدنيه لحراسه المرمى عاليه جدا ومختلفه بشكل كبير. ما فيهاش جري كتير لكن فيها جزء بدني كبير جدا جدا في حراسه المرمى، شيء مهم يعني. زي ما قلت يا كابتن التدريبات بتاعت حراسه المرمى فيها رشاقه ومرونه وقوه وفيها كل حاجه. الاول كان حته الفتنس ما كانتش موجوده دايما يعني، لكن دلوقتي في التطور الكوره في العالم وكده لازم حراسه المرمى لازم تلاقي نفسك انت في التدريب بتجري كمان في فتنس. الشغل بتاع اللعيبه كله فتنس يعني. والكابتن طبعا عارف الموضوع دوت، سواء لما كان لاعب او يعني نجم في التدريب. وكابتن هاني رمزي طبعا اسم كبير وعارف كويس قوي بيحط سيستم ازاي. الفترات اللي فاتت اعداد مختلفه جدا، اصعب فتره ودي اللعيب ما بيحبهاش هي فتره الاعداد. فدي بيبقى شغل مختلف جدا. بعد كده بتدخلي في شغل الماتشات اكيد بيقل شويه، ولكن الحته بتاعه حراسه المرمى هو دلوقتي بقى تدريباته صعبه جدا، ولكن الفتنس اصعب في اللعيبه يعني. طيب بمناسبه الصعوبه، اكيد مر عليك في تاريخك ومشوارك مباريات صعبه قوي. المباراه اللي تفتكرها كانت مباراه بالنسبه لك مباراه صعبه، كانت مباراه ايه؟ والله يا كابتن بص، انا كل ماتش بلعبه مع النادي الاهلي هو صعب بالنسبه لي، لان هو طبعا انا مطلوب مني ان انا ابقى مركز جدا، مطلوب مني ان انا لازم اكسب. ولكن طبعا الفتره بتاعت لما الحضري مشي دي كانت فتره صعبه بالنسبه لي شويه، ولكن انا كنت مستمتع بيها. صعبه لان طبعا في ضغط كبير جدا جدا، الناس في مقارنه بيني وبين الحضري، ولكن ده كان محملني مسؤوليه كبيره. فالفتره دي كنت انا بالنسبه لي كان صعب، واول ماتش ليا كان المحله في المحله. ده بالنسبه لي كان ماتش صعب، لان اول حاجه حضرتك عارف في المحله في المحله او المصري في بورسعيد ماتش جماهيري وماتش صعب، بيبقى الامور صعبه جدا، الضغط العصبي والتركيز. وكان الفتره دي كان طبعا اول ماتش لنا المحله واول ماتش ليا بعد الحضري ما مشي، وكان في المحله. لكن الحمد لله اللي كان سهل لي الامور شويه ان انا كان جمهور النادي الاهلي طبعا كان واقف جنبي، مستر مانويل جوزيه، الجهاز الفني، كابتن احمد ناجي، اللعيبه اللي كانت موجوده كانوا نجوم يشيلوا اي حد. زائد بقى اللي كمان طمني اكتر ان جمهور المحله شجعني اصلا قبل الماتش. ازاي؟ كان بيشجعني ونادوا عليا قبل الماتش، كانوا متعاطفين معايا. ولكن دي الماتشات الصعبه. وبطوله افريقيا بتاعت الاوتن الكاميروني دي كانت اعتقد دي اصعب، لان اول بطوله ليا صعبه بعد الحضري. الحضري قيمه كبيره واسطوره، وفي نفس الوقت يعني ان يبقى حارس مرمى عندك بنفس كميه الخبره اللي عنده والاسم الكبير ده ان هو يمشي من النادي الاهلي، اكيد مسؤوليه كبيره وبطوله كبيره زي دي. علشان يا امير بيبقى على طول للاسف بيبقى في مقارنه مباشره. صح. يعني عصام مشي وامير جه، طب لما نشوف بقى امير ونقارنه بعصام الحضري. مع فارق طبعا خبرات، ان عصام خد مرات كتير طبعًا في اوقات كتيره طبعًا. وان انت لسه بتاخد خطوه، لكن يعني انت عديت ده بشكل اكتر من رائع وعملت شكل كويس قوي وخدت بطولات كتيره مع النادي الاهلي. ف قول لي على كمان مباراه 6-0، مباراة الاسماعيلي، من المباريات اللي دايما في ذاكره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. بالنسبه للمباراه دي يا كابتن، كان ساعتها كان انا ما كنتش عارف ان انا هلعب غير قبليها بيوم. مستر مانويل جوزيه دايما بيحط التشكيل، بيجيب مثلا احنا بنلعب مربعات في التمرين، فبيختار حوالي 10 او 11 لاعب اللي هم يلعبوا الماتش، بيبقوا عارفين خلاص. في الماتش ده كنا احنا بقالنا فتره واخدين الدوري، وكان هو ما قالش غير ان هو قال لي امير انت جاهز لاي مباراه تلعبها؟ قلت له ايوه جاهز. قال لي حتى ماتش صعب في مع جمهور في اسماعيل، اسماعيليه، زمالك، الحاجات دي كلها تقدر؟ قلت له اقدر العب الماتش ده. فقال لي خلاص اجهز، ان انت ممكن في وقت تلاقيني بنزلك في ماتش اسماعيلي. بس ما كنتش عارف ان انا هلعب. كابتن ناجي قال لي ركز، ما حدش قال لي انك انت بكره هتلعب غير في المحاضره لما قال التشكيل. بس قالوا لك استعد؟ قالوا لي استعد، ولكن التشكيل ما عرفتوش اخر لحظه يعني. هو اخر لحظه مستر مانويل جوزيه ما كنتش متوقع يعني. انت مستعد انك ممكن تشارك لكن تبدا المباراه؟ ما كنتش انت متوقع؟ لا ما كنتش عارف. ودي يمكن كمان الحضري ساعتها كان اتضايق شويه لانه ما كانش عارف.
ان هو مش هيلعب، ولعبت الحمد لله الماتش، وكان ماتش انا دايما يا كابتن وانا صغير الحمد لله بحب الماتشات الصعبه، وكنت بلعب عشان انا مستمتع، لان طبعا انا بحب العب ماتشات عليها هجوم علينا، ده بيخليني فايق ومركز. ودي من اكتر الماتشات اللي اتعرضت فيها اول ربع ساعه اول ربع ساعه كانت الامور صعبه جدا، اسماعيلي في اسماعيليه ونجوم كبار وجمهور، فكانت الامور صعبه، ولكن انا كنت مستمتع الحمد لله لحد ما بركات ابتدى يفتح بقى المباراه وجاب الجول الاول والثاني ودخلنا في الثالث، وبعد كده بقى الحمد لله الامور فتحت. فدي من الماتشات الصعبه جدا برضو بالنسبه لي. كان كابتن حسن شحاته انت وشه حلو عليه، يعني انت وشك حلو على كابتن حسن شحاته. تمام. في كاس مصر في 2004 لما الاهلي والمقاولين كانوا بيلعبوا على الكاس، والاهلي طبعا اتغلب بسبب يعني كسر في رجليك ساعتها. وبعدين سبحان الله كان كابتن حسن شحاته كمان لعب مع لعب مع الزمالك وكسبه كمان، يعني كسب الدوري والسوبر الكاس والسوبر. فانت كان وشك حلو عليه بطريقه غير مباشره لما رجلك اتكسرت وشادي محمد وقف مكانك بالزبط. وبعدين اتحاد الكوره وبعدين كابتن عصام عبد المنعم اختار كابتن حسن شحاته عشان يمثل البطوله الافريقيه في ثلاث مواسم ورا بعض، وكان انجاز غير مسبوق. فدايما يعني انت يعني مصائب عند قوم مصائب قوم عند قوم فوائده. فانت سبحان الله يعني كان برضو دي افتكر برضو دي من الماتشات الصعبه اللي عدت في حياتك يعني. طبعا يعني هو كابتن حسن شحاته طبعا اسم كبير وتاريخ كبير، ويمكن وانا صغير يا كابتن كان عندي 14 سنه كان او 12 سنه كان عندنا منتخب مع دكتور عمرو ابو المجد، وكان معانا كريم حسن شحاته، فكان بيجي لنا. فمن زمان كان دايما يقول لي كريم امير ده هيبقى جول كويس جدا وهيلعب في النادي الاهلي اساسي وهيلعب في المنتخب من زمان. لما هو مسك بقى نادي المقاولين العرب كان عامل نتائج كويسه جدا وكمل للنهايه في دوري المظاليم كمان وقتها كان وبالظبط وتقريبا صعد بنادي المقاولين كان في حاجه نادي مش فاكر كان صعد كان خد كاس مصر وهو درجه ثانيه مع المقاولين صح بالظبط لعب هو عامل شغل كويس جدا طول الفتره بتاعت كاس مصر وبعدين احنا طبعا عملنا ماتشات كويسه جدا وكسبنا المصري في سيمي فاينال وضربات جزاء، وساعتها الحمد لله صديت ضربات جزاء فاحنا الاثنين مشينا كويس جدا لحد ما جينا في الفاينال، وكنت كويس جدا في الماتش. وبعدين هو كان حصل ظرف يمكن في ناس كتير ما تعرفوش ان كابتن مانويل جوزيه كان ما عنده ثلاث تغييرات بالزبط. غيرهم مره واحده في الشوط الثاني بس هو غصب عنه هو عمل تغييرين تقريبا اسامه حسني وبيبو تقريبا وكان دايما اكيد بخبراته سيب لحد بس الثلاث تغييرات مره واحده برضه ده يعتبر تهور، يعني مانويل جوزيه تهور وامير اتعور يعني مش تهور بس هي نوع هي حسابات يا كابتن يعني الكابتن طبعا عارف الحوار ده ان الكابتن طبعا اكيد عنده ماتش فاينل يعني في اكسترا تايم وفي يعني تكيف 120 دقيقه ممكن تلعبها فاكيد مش هيعمل تغييرات في الاول. اعتقد ان كان في لعيب معانا برازيلي بس مش فاكر اسمه قوي ده كان اتعور فنزل مكانه تقريبا اسامه حسني، وبعد كده مش عارف مين اتعور نزل كابتن خالد بيبو تقريبا في الماتش ده، فقال احنا نسيب تغيير. كان احمد رضوان كنا جايبينه من القناه كان موجود وكان عنده اصابه بيلعب طول السيزون يا كابتن طول البطوله وهو مصاب الاصابه ماشي وبيستحمل في اليوم ده بين الشوطين تقريبا جلبرتو او حاجه مش فاكر مين اللي رجليه كانت وجعاه قال لك ايه انا مش قادر انا هطلع فطبعا مثلا الجزء قال له لا ما ينفعش احنا غيرنا التغييرين ناقص وقت يعني خلاص لازم ما ينفعش امير لو حصل له حاجه تبقى كارثه فلازم نسيب يعني استحمل خلي بالك برضو امير في ظروف مباراه وكل مباراه ليها ظروفها وليها قياساتها وما بتحصلش احنا كنا كسبانين يا كابتن كمان خلي بالك امير ما بتحصل في اكبر الانديه انا على مثال حي قدامك انا نفس يعني كان في مشكله في المانيا ان كان في تغييرات معينه المدرب قام بيها فغلط لان انا كنت بره الاتحاد الاوروبي فبقول لك كل يعني كل مباراه ليها مقاييسها وليها تفكيرها لكن اكيد امير عملت تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي وكمان عايز اعرف من خلال طبعا خبراتك واكيد رؤيتك الفنيه للفتره اللي جايه شايف النادي الاهلي وخاصه في مباراه القمه وتكلمني برضو على حراسة المرمى في النادي الأهلي دلوقتي موجود عندنا الشناوي عندنا علي ومصطفى عايزين نعرف برضو رأيك في الجزئية دي أنا عايز بس أكبتنا أكلم في الجزئية بس اللي هي بتاعت الظروف الماتش الكاس إن كمان إحنا كنا كسبين 1-0 وبعدين أنا تعورت
وبعد كده جالنا بنالتي اخر خمس دقائق وجوده ضيعها. فهو ظروف ماتش صحيح. يعني ظروف المدرب يبقى غصب عنه طبعا. خصوصا يعني اسم كبير زي مستر مانو جوزيه اكيد طبعا. يعني هو ما كانش نصيبنا في الكاس. وكان هو ساعات بيبقى في يوم كده بالظبط. نرجع بقى لموضوع القمه كابتن. يعني انا شايف ان المباراه هتبقى صعبه جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها, وان النادي الاهلي الحمد لله ماشي كويس جدا من البدايه. نادي الزمالك جايب عامل صفقات كويسه جدا, عنده لعيبه مميزه. النادي الاهلي بنسبه كبيره ان شاء الله يعني ياخد الدوري باذن الله باذن الله. انت عارف حضرتك الماتشات اللي زي دي بتاعت الاهلي والزمالك ما بيبقاش لها حسابات او ما بيبقاش ليها, ما حدش بيبقى عارف توقعاتها ايه. انت ممكن في اليوم ده يكون نادي الاهلي مش في يوم او نادي الزمالك في يوم بتفرق. فانا شايف ان الاستعداد كويسه. نادي الاهلي يعني بالنسبه له اكيد تركيز جامد جدا. طبعا اصابه متولي يعني اتمنى يا رب ان شاء الله يرجع. ان شاء الله مستعدين كويس. نادي الزمالك برضو فريق كبير وعنده لعيبه كويسه, بس ان شاء الله اتمنى ان شاء الله باذن الله نكون مركزين ومنظمين والاخر ثانيه. انت عارفه الماتشات زي دي, وان شاء الله نعمل ماتش كويس ونفرح جمهور النادي الاهلي. يا رب يا رب ان شاء الله. احنا معانا نجم متميز جدا, اهلاوي جدا, وكل الناس الحقيقه بتحبه وبتموت فيه. بس هو طبعا كان مزعلنا في رمضان اللي فات لانه كان طالع بيقول للشر اشطر, الفنان الكبير احمد زاهر. اهلا بيك يا استاذ احمد. تعودت على كابتن. ازيك يا جماعه؟ عامله ايه؟ ازيك؟ اهلا بيك يا احمد. اهلا منورنا ومنور البيت الكبير. اهلا بيك يا رب يخليك يا ابو الكباتن. حبيبي كابتن امير عبد الحميد. حبيبي وحشني صديقي. عامل ايه يا صديقي يا غالي يا محترم؟ حبيبي والله حضرتك يعني محترم, وفعلا بني ادم محترم جدا وفنان موهوب. وعلى المستوى الشخصي كمان شخصيه محترمه ومحبوب. يمكن ده بشوفه بعناية, ما بروح جمع او بروح اي مكان. يعني بصراحه محبوب جدا جدا جدا, وغير خالص الدور اللي هو عمله في المسلسل الاخير. غير فتحي. غير فتحي. ده نجاح ليه. ده يدل على نجاحك انك بتعمل شخصيه مختلفه عن طبيعتك. ده بيبقى يعتبر نجاح. لا بس زعلنا. لا هو في كده كان. لا منورنا ومنورنا وبنهنيك طبعا على نجاحك وعلى نجاح المسلسل. والناس لغايه دلوقتي يعني الناس دلوقتي فتحي وده اكيد بتشوفه بالشارع, واكيد بيقابلك ناس تقول لك الكلام ده. يعني ده طول الوقت يا ابو الكباتن والله, طول الوقت. بس الحمد لله ده فضل ونعمه ونجاح من عند ربنا سبحانه وتعالى. انتوا بتتقابلوا في الجيم بس يا استاذ احمد؟ لا بنتقابل كمان بره, بس الاكثريه في الجيم. يعني دايما بنتقابل انا وكابتن امير وكباتن تانيين كتير اصدقائي. يعني كابتن احمد حسن وكابتن ميد وكابتن حسن امام. انت بتلعب, انت شكلك بتلعب خماسي كمان. انت بتلعب خماسي كمان. ها اصل الاسماء دي اسماء الخماسي احمد. بص انا في اللعب يعني اعتبروني ممثل. انا بتفرج على الكره الحلوه. مشجع كبير للنادي الاهلي طبعا. طبعا يعني ومعروف عنك انك بتحب النادي الاهلي او اهلاوي. اهلاوي يعني من يعني انا دمي لونه احمر. واحنا برضو هنا احنا برضو احمر يعني. طبيعي جدا طبعا. انا مش من النوع المتعصب يا كابتن هاني. لا خالص. يعني خلي اصل كلمه تعصب دي برضو الناس فاهمها بشكل خاطئ. تعصب يبقى فيه جزء غلط. انت محب للكيان, محب للنادي الاهلي, بتغير على النادي الاهلي. بتغير عليك طبعا جدا. طب هنعمل ايه يوم السبت؟ طيب قول لي. نادي الزمالك بيلعب. لا طبعا برضه بشجعه عادي. انا بحب الكره الحلوه, لكن الاهلي نمره واحد بالنسبه لي. يعني ده الخط احمر. اكيد. ايه اللي جاي؟ هنشوفك في ايه بعد كده؟ بصي انا ان شاء الله يعني بعد بكره باذن الله هنبتدي اول يوم تصوير في مسلسل لؤلؤ. ده بطوله مي عمر وانا وادوارد ونرمين الباقي ونجلاء بدر ومحمد شرنوبي واخراج الاستاذ محمد عبد السلام وقصه مي عمر وسيناريو حوار محمد معران. عمل يعني قصه مي عمر جديده دي. قصه مي عمر وبطوله مي عمر. ده هيتعرض ان شاء الله باذن الله في خلال الشهر ونص الجايين دولت. ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. بس عايز اعرف منك هتتفرج على الماتش فين وحاسس بايه يوم السبت؟ انا بحب اتفرج على الماتش في البيت. كنت اقعد قدام الشاشه الكبيره كده وكم صح. واحد من اصحابي يجوا يتفرجوا معايا وبيتوت انا اكتر يعني. طب حلو. شايف الماتش ازاي؟ وكلنا نتمنى طبعا النادي الاهلي يكسب, بس قول لي برضو رؤيتك
وانت احساسك دايما الاحساس مهم برضه، احساسك بايه يوم السبت ان شاء الله؟ ان الاهلي هيفرحنا وهيكسب جامد قوي يا رب. يا رب يعني ان شاء الله. ده احساسي وتمنياتي ودعائي لربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله الاهلي يفرحنا. احنا بقالنا كتير في كورونا ومش كورونا وحاجات، فاحنا محتاجين نفرح ان شاء الله. ودايما النادي الاهلي معودنا على الفرحه وبيفرحنا دايما ان شاء الله. دايما طبعا ان شاء الله. شكرا الاهلي باذن الله. شكرا ليك احمد. انا بكلمكم في قناه الاهلي حبيبي ربنا يخليك. احنا كمان سعداء بيكم وان شاء الله تنورنا في القريب العاجل ان شاء الله. شرفني يا فندم. ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. شكرا ليك احمد. شكرا ليك والف مبروك مقدما. الله يا رب ان شاء الله نفرح ونفرح الجمهور ان شاء الله. ده كان راي الفنان الكبير احمد زاهر فيك، والحقيقه برضو في تقرير محضرينه للجمهور عن رايهم في كابتن امير عبد الحميد. أمير عبد الحميد من حراس المرمى المشهود ليهم يعني بالكفاءة، وهو يمكن بس ما خدش حظه قوي في الفريق. ابن من أبناء النادي وبقاله فترة، قعد فترة لحد 2010 من زمان، حوالي 10-11 سنة، وما عملش يعني ما حضرش أي مشاكل عملها، محترم، وهو دلوقتي شغال هنا في النادي. ربنا يوفقه إن شاء الله ويكون يعني عنده حسن ظن الناس. لعيب محترم وحارس مرمى عظيم من أبناء النادي الأهلي، وده شيء يشرفنا ان احنا نشوف اللعيبه او الحراس المرمى القدام ظاهرين على الساحه اللي من دول. الجول كيبرز الكويسين جدا، كان بيلعب مع كابتن عصام الحضري، فطبعا يعني كان من الناس اللي تقدر جدا في اللعبه دي يعني، وعمل انجازات كويسه طبعا. انسان محترم جدا، حصل على بطولات عديده زي الدوري المصري، بطوله دوري الابطال افريقيا، وكاس العالم للانديه الثالثه على العالم. هو كابتن امير عبد الحميد هو ابن من ابناء النادي الاهلي، وكان بيلعب حارس مرمى في النادي الاهلي. شخصيه محترمه وحد كويس يعني. لعيب محترم، من ساعه ما شفته بصراحه بيلعب في النادي الاهلي وما شفتش منه حاجه. كان بيحافظ على النادي الاهلي ومبادئه وتاريخه. لاعب على خلق، لاعب متميز، جون ما خدش حظه جامد قوي لظروف ما، انما جون طبعا كان الواحد بيسعد بانه حارس مرمى الاهلي الاول في الفتره دي. رجعنا مع حضراتكم. امير، الناس بتتكلم بجانب النواحي الفنيه الرائعه، لكن بتتكلم على جزء مهم كمان، ولا عملت مشكله ولا كان عمرك طلعت وبتقول انا ليه مش هلعب، ولا عمرك عملت مشكلة ولا مع جماهير ولا مع مدرب؟ والنادي الأهلي دايما، وانت طبعا اتعلمت كده من وانت صغير، ان المبادئ والأخلاق هي اللي بتعيش، هي اللي بتعيش اكتر كمان، وبتدي سمعة للعيب اكتر من النواحي الفنية يعني. فده من تقول ايه كمان للناس وجماهيرك اللي بتقول عليك كده يعني. أنا طبعا بشكر كل الناس اللي اتكلمت عليا بالطريقة دي، وده بيحملني مسؤوليه اكبر، لان انا دلوقتي انا مسؤول جوه النادي الاهلي. الحاجات اللي الواحد اتعلمها من هو صغير يعني، اكيد بتكلم مع المدربين الموجودين شغالين في النادي الاهلي ان هم يتعاملوا مع الاولاد بطريقه محترمه، ويعرفوا يعني ايه بيلعب في النادي الاهلي. يعني لازم يبقى اخلاقه كويسه، لازم يبقى ملتزم، في التزام كبير جدا، في نظام. فانا بشكر كل الناس اللي اتكلمت كده، والحمد لله يعني الواحد من وانا صغير اتعلمت الحاجات دي جوه النادي، وده فرق معايا كتير جدا طبعا. جدا ان انا لما اروح اي نادي تاني وانا بلعب يعني الناس برضو بتتكلم بالموضوع او بالطريقه اللي الناس بتتكلم بيها دي مع كل زمايلي اللي هم لعبت معاهم في النادي، ودي دجله كل الانديه اللي انت لعبت فيها ما كانش في مشكله الحمد لله، ولا مع اداري ولا مدرب ولا لعيب. دي حاجه مهمه يعني. جدا يا كابتن، دي حاجه مهمه جدا الواحد لازم يحافظ عليها، وده اللي بيفضل يعني ان الواحد يسيب بصمه كويسه في النادي، وخصوصا في نادي كبير زي النادي الاهلي. مرحله التدريب فرقت مع كابتن امير في ايه؟ تدريب ان مع المدربين يعني. هو دلوقتي انا ماسك مدير اكاديميه النادي الاهلي، يعني الحته الفنيه انا بعيد شويه عنها، ولكن ان شاء الله انا يعني البلان اللي جاي او النظام اللي جاي ان شاء الله هدخل في حته التدريب في الكارير بتاع التدريب، لان ده مهم جدا، لان الواحد بيحب المجال دوت وبيحب الشغل اللي انا اشتغلته بخبراتي، ولكن
كابتن طبعا هاني عارف ان اللاعب خبراته غير وهو مدرب صحيح. لازم اتعلم، لازم ادرس، لازم اشوف، لازم اتعلم من المدربين اللي دربوني، اقعد معاهم واخد خبراتهم. برافو عليك. ده ان شاء الله الفتره الجايه تاخد وتروح وتاخد دراسات بره ان شاء الله كابتن. يعني انت رؤيتك الفتره اللي جايه مش رؤيه اداريه اكتر منها انك بتفكر في المجال الفني من خلال التدريبات، من خلال هتعمل كورسات وهتخش المجال دوت بشكل كويس. خبراتك طبعا اللي فاتت هتساعدك جدا مع زي ما انت بتقول انك بتتعلم، وده شيء مهم دلوقتي. بس ده بدات فيه صح؟ بدات بقول يعني ايه اللي فرق في الفتره اللي انت يعني بتاهل نفسك للدخول في التدريب ان شاء الله؟ ايه اللي انت استفدت؟ ايه عايز تدي ايه؟ هو الاستفاده انا استفدتها دلوقتي استفاده اداريه لان انا طبعا ماسك الموضوع كله وماسك الاكاديميه كلها كحته اداريه، ولكن انت عارف حاجه يا كابتن، الحته الفنيه بدخل انا مع الاولاد الصغيرين وبتمرن معاهم وبشوفهم وبتكلم مع المدربين غصب عني لازم انزل كده وانكشهم كده لان الموضوع ده موضوع كويس جدا، الواحد بيحب الحته دي والمتعه اصلا ما بتجيش، والكابتن هاني عارف الكلام ده ان غير ما الواحد ينزل بنفسه الملعب. فانا الحته دي ان شاء الله يعني انا ماسك حته اداريه وحته فنيه بتدخل في بعض الاوقات، ولكن ان شاء الله يعني الكارير ده هغيره ان شاء الله باذن الله، او هبتدي اخد بقى كورسات وهقعد مع الكباتن الكبار اللي لهم اسامي اللي هم علموني اقدر اخد خبراتهم، لان طبعا حاجه موضوع التدريب ده مختلف تماما والمراحل السنيه مختلفه والشباب مختلف والفريق الاول مختلف. وان شاء الله سافر باذن الله واشوف واخد دراسات واخد يعني عايز ان شاء الله عندي طموح كبير في الحته دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا طبعا يحقق لك كل طموحاتك. وانا عايز اكد عليك من خلال اللي انت بتقوله الجزء الاولاني انك حتى بتقعد مع، انت طبعا دورك اداري بشكل اكبر شويه، لكن بتقعد مع مدربين حراس المرمى خاصه بتوع الاكاديميه. مهم جدا ان امير ان تنقل اللي انت قلت عليه، انك وخاصه في الوقت اللي احنا فيه والجيل اللي احنا عايشينه دوت بيبقى لازم ندوس قوي يعني ندوس قوي على حته انك ازاي تبقى نجم وازاي تبقى تشيل فانيله النادي الاهلي، وانك ازاي تكون والحته اللي انت قلتها مهمه جدا ان الفنيات بتتنسي، لعيب الكوره اللي كويس فنيا بيتنسي لكن بتبقى الاخلاق وتبقى المبادئ هي ده. فمهم جدا جدا خاصه للولاد الصغيرين، باكد عليك تاكد النقطه دي يا كريم مع الناس. اكيد يا كابتن ده طبيعي، وانا بنقل ده للمدربين والمدربين بنقلهم للولاد، انا بنفسي بنقلها الكلام ده للولاد. وفيها كمان الولاد يعني في ولاد صغيرين ما يعرفوش مين امير عبد الحميد غير من خلال ولي الامر بتاعهم، او ابتدى هو يبص على يتفرج على ماتشات ليك. يعني انا متاكد ان الولاد النهارده اكيد بيتفرجوا على الحلقه لان هم شايفين النهارده وعارفين ان انا هاجي النهارده، فعايزين يشوفوا مين اللي هو المدير بتاعنا اللي هو ليه اسم او ليه تاريخ جوه النادي عايز. ودي خلي بال حضرتك يعني الواحد لازم يعني يبنيها للولد ويعلمها له من البدايه خالص ان هو بيلعب في نادي كبير ولازم يبقى عنده طموح ان هو يلعب في النادي الاهلي، وعرفوا يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه تيشيرت النادي الاهلي، مسؤوليه كبيره جدا على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى الفني. اكيد يعني انا بنقل ده للولاد وبنقله للمدربين والمدربين بنقله للولاد زي ما احنا اتعلمنا من الاجيال اللي قبلينا ومن الكابتن هاني ومن كل الكباتن الكبار اللي كانوا دربونا. اكيد ده، وبعدين الاجيال اللي بعدينا هتوارث ده، هي هو ده النظام اللي النادي الاهلي علمه لنا. يعني كلمه بقى توجهها لهم هم بيتفرجوا علينا الولاد الصغيرين الناشئين ان شاء الله ناشئين الاكاديميه، انت تحب تقول لهم ايه؟ يعني لو في اول درس في اول حاجه ايه اللي تحبوا تقوله للناشئين ناشئين الاهلي؟ يعني عايز اقول حاجه للناشئين النادي الاهلي، احنا الاكاديميه طبعا يعني مفيش فرق بين الاكاديميه والقطاع، وده بيصب في مصلحه النادي الاهلي في الفريق الاول. احنا الحمد لله عندنا ولاد كويسين جدا في الـ في الـ في الاكاديميه، ان شاء الله نوديهم القطاع والقطاع ان شاء الله يبقى امتداد للنادي الاهلي. عايز اعرفه ان انا موجود هنا مع حضراتكم بسبب ان انا موجود في النادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي ومثلت النادي الاهلي. فده صعب جدا انك انت توصل ليه، لازم تتمرن كويس جدا، لازم تعرف قيمه النادي الاهلي، لازم تعرف تسمع كلام المدرب، لازم تبقى انت عارف شغلك كويس جدا ان انت لاعب فقط ما تعملش اي مشاكل، يبقى عندك طموح كبير جدا. بس يعني مش اي حد يلعب في النادي الاهلي، فلازم هو صغير لازم يتعلم يعني ايه النادي الاهلي، ولازم يبقى عارف هو بيلعب في نادي كبير وكيان كبير عشان يوصل ان هو يبقى اسم كبير ونجم كبير ويطلع في التلفزيون ويتشهر والناس تتصور معاه ويتكلموا عليه على اخلاقه وثم فنياته.
ف يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم. وانا حابب الولاد كتير يعني يعني بشكل كبير جدا كويسة شكلها. الحمد لله وحتى بالمدربين. ف ان شاء الله اتمنى لكل ولد كان نفسه يلعب في النادي الاهلي واللي مستشرت النادي الاهلي من هو صغير اتمنى له يا رب ان شاء الله يبقى نجم كبير في النادي الاهلي ان شاء الله. انت شرفتنا النهارده كابتن ربنا يخليك. ميرسي جدا جدا. وانا سعيد جدا ان انا معاكم طبعا يعني وفي النادي الاهلي في بيتي ومش بعيد انا عن النادي الاهلي. يمكن انا لفيت لفه كبيره في الانديه ورجعت بيتي تاني اكيد. وبشكر كل المسؤولين كابتن خطيب ومجلس الاداره وكابتن خالد بيبو وكابتن شطه كل المسؤولين اللي هم كان عندهم ثقه في امير ان يرجع تاني ويبقى مسؤول جوه النادي الاهلي. وان شاء الله بقى عند حسن ظن كل التوفيق. نورتنا نورتنا بجد يا امير. وان شاء الله باذن الله يعني نشوفك نجم تدريب وحراس المرمى ان شاء الله للنادي الاهلي ومنتخب مصر. طموحاتك كبيره جدا على قد مستواك الفني وعلى قد اخلاقياتك. بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في البيت الكبير يا امين. ميرسي يا كابتن وميرسي لحضرتك وميرسي جدا كانت لها. شكرا. طبعا دي كانت نهايه فقراتنا في البيت الكبير على وعد ان شاء الله بكره زي ما متعودين البيت الكبير من 10 ل 1. لكن كمان بكره هيكون في سحب طبعا التوقعات ما بين طبعا النادي الاهلي واسوان. بكره ان شاء الله 5 تيشيرتات لخمس فائزين لتوقع صحيح لمباراه الاهلي واسوان. بشكركم شكرا جزيلا. بكره في مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله تصبحوا على خير. بكره في مفاجاه كبيره. تصبحوا على خير.